بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد جاية قبل 48 ساعة من المباراة الحاسمة والمهمة جدا، مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط، بنأكد على نفس المعاني دي من امبارح في برنامج الترند، وبالتأكيد الكل على هبة الاستعداد لهذه المباراة الهامة اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي والسلام. حلقة النهاردة فيها كواليس، فيها تفاصيل، فيها أخبار مهمة، وكمان هنتابع فيها آخر أخبار الأهلي والاستعداد لهذه المباراة، وكمان هنشوف الساحة المحلية والساحة العالمية إزاي بتتكلم على الفترة القادمة سواء في الشأن الإفريقي، الشأن الدولي، وكمان الشأن الأوروبي. واليوم النهاردة بالتأكيد في كمان مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا. لكن بسرعة نروح لسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة نسخن بدري كده قبل مباراة المريخ والأهلي، وعايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الفريق في مباراة المريخ وكمان نتيجة اللقاء بإذن الله. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال في صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وصفحة تويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم، وكل واحد كده يتوقع التشكيل ويشوف التشكيلة المثالية اللي ممكن يبدأ بها الأهلي مواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة القادم. وإن شاء الله ربنا يوفق الأهلي في هذه المباراة الصعبة جدا وفي نفس الوقت مهم جدا فيها الانتصار والثلاث نقاط. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، مسحة طبية للفريق استعدادا لمواجهة المريخ، وكمان نفاذ الطرح الأول بالكامل من تذاكر مباراة مصر والسنغال، وأخيرا كلوب يدافع عن صلاح قبل مباراة أرسنال. النهارده كلنا عارفين مباراة كبيرة ليفربول وأرسنال، وبالتأكيد مباراة مهمة جدا في صراع الصدارة اللي بتقرب بنسبة كبيرة جدا مع المان سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي. لكن جولة مباريات اليوم النهارده في مباريات مهمة جدا سواء في الدوري المصري أو حتى في الدوريات الأوروبية وكمان الدوري الإنجليزي. الدوري المصري يمكن في مباراة النهارده اتلعبت الساعة 3 في ملعب الجونة وانتهت منذ قليل، وخسر الجونة على ملعبه أمام المقاولين العرب ب1-2. كان الجونة متقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن قدر فريق المقاولين العرب يعمل ريمونتادا ويفوز ب2-1. الساعة 5:30 مباراة مهمة جدا ما بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي. المباراة أهميتها بتأتي إن كلا الفريقين لا بديل أمامهم سوى الفوز، كل جهاز فني بيواجه ظروف صعبة، فبالتأكيد نتيجة هذه المباراة هتكون مؤثرة في مشوار أي جهاز فني في كلا الفريقين خلال الفترة اللي جاية. الساعة 8 من مساء اليوم وفي ختام مباراة اليوم، إنبي هيستضيف سيراميكا كليوباترا على ملعب بيترو سبورت. طيب دوري أبطال أوروبا والإثارة والمتعة في الملاعب الأوروبية. الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراتين، يوفنتوس يستضيف فياريال وليل الفرنسي بيستضيف تشيلسي. الدوري الإنجليزي والمراحل الحاسمة وصراع الصدارة. الساعة 9:30 برايتون بيستضيف توتنهام هوتسبير، والساعة 10:15 أرسنال على ملعب طيران الإمارات بيستضيف ليفربول. مباراة مهمة جدا لكتيبة يورجن كلوب، وبالتأكيد إن شاء الله بنتمنى التوفيق فيها لمحمد صلاح، لأن خلاص صراع الصدارة بيقترب بنسبة كبيرة جدا مع المان سيتي، والفوز النهاردة هيقرب النقاط، بنتكلم فارق نقطة ولسه هيكون في مباراة مؤجلة كمان. أرسنال نتمنى النهاردة نشوف محمد النني ويكون موجود في التشكيلة الأساسية، خاصة أنه بعيد تماما عن المشاركة في الفترة السابقة. دي جولة من مباريات اليوم. ولكن فريق السلة في النادي الأهلي عامل إنجازات طيبة جدا في الفترة الأخيرة وتحديدا هذا الموسم مع الماتادور الأسباني أوجستي المدير الفني لفريق النادي الأهلي. قدر يفوز بكأس مصر لكرة السلة على حساب مين؟ زعيم الصغر فريق الاتحاد السكندري اللي بالتأكيد من أفضل الفرق في كرة السلة في مصر خلال السنوات الأخيرة. الفوز مش فوز ببطولة فقط، بطولة كأس مصر لكرة السلة، لكن كمان دي الثلاثية وفي انتظار الرباعية دوري السوبر، لأن هم فازوا بدوري المرتبط، البطولة العربية وكأس مصر. ننتظر بإذن الله دوري السوبر خلال الفترة اللي جاية. النهاردة بإذن الله الكابتن هيثم السعيد هيكون معاه عدد من نجوم فريق النادي الأهلي لكرة السلة، هيستضيفهم عشان يتكلموا على هذا الإنجاز وكمان إزاي بيستعدوا لدور السوبر في الفترة اللي جاية. حلقة مهمة جدا للكابتن هيثم السعيد النهاردة حوالي الساعة 8 بالليل على شاشة قناة الأهلي، تابعوها لأن بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا عن إنجاز كرة السلة في النادي الأهلي، ونتمنى لهم التوفيق يا رب في الفترة اللي جاية. طيب ده كان كلام مهم جدا في بداية الحلقة، لسه عندنا تفاصيل أكتر وكلام مهم متعلق بمباراة المريخ والأهلي، ولكن أخرج إلى فاصل
وبعد الفاصل نرجع لفقرة الترند، الترند اللي بيكون معانا فيها أبرز الأخبار والكواليس وكمان المعلومات المتعلقة بهذه المباراة الهامة اللي هتتلعب يوم الجمعة على ملعب الأهلي. والسلام. اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. النهارده بالتاكيد ابرز حاجه من خلال صفحات السوشيال ميديا مباراه المريخ والاهلي، هي المباراه عنق زجاجه، لازم تفوز، لازم تحرز الثلاث نقاط، ويا سلام بقى كمان لو في نسبه اهداف هتبقى شيء مميز جدا قبل الجوله الاخيره امام فريق الهلال السوداني. وانا امبارح كنت اتكلمت على حسابات المجموعه وحتى البعض اختلف معايا، قال لي حتى لو الهلال ما كسبش صن داونز وخسر برضه مباراته الاخيره مع الاهلي بالنسبه له هتكون مهمه جدا، لان لازم يكسب، لان هنا ساعتها هيبقى فرق النقاط متساويين 7 و7، وكمان المواجهات المباشره هتكون في صالح فريق الهلال. لذلك المباراه بتاعه المريخ دي يعني لا بديل فيها الا انك تكسب عشان يبقى عندك اكثر من خيار في المباراه الجوله الاخيره امام الهلال السوداني. وبالطبع بغض النظر بقى عن كل هذه الحسابات، تكسب الماتشين ده اهم شيء عشان تتاهل، وعلى الاقل كمان انت بطل افريقيا اخر جولتين، فلما تصعد ب10 نقاط في المركز الثاني مش هتختلف كتير عن السنين السابقه لما كنت بتصعد ب11 نقطه في المركز الثاني. وفي النهايه الهدف من المجموعه انك تتاهل لمرحله الدور ربع النهائي، فبالتالي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الفريق ويوفقه في مباراه يوم الجمعه امام المريخ السوداني، ودي مباراه نادي المريخ هو صاحب الملعب، وبالتأكيد إن شاء الله تكون مباراة جيدة للفريق يقدر فيها يتخطى هذه المواجهة الصعبة. طيب النهاردة الفريق كان في مسحة طبية، كلنا عارفين مباراة يوم الجمعة، فضمن البروتوكول الطبي اللي بيقرره الاتحاد الإفريقي لازم تعمل مسحة طبية قبل موعد المباراة ب 48 ساعة. المسحة دي كانت النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في مباراة الجمعة القادم في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. برضو في هذه اللحظات أنا بتكلم معاكم، بدأ مران النادي الأهلي في ملعب التتش بالجزيرة، وخلاص احنا بنتكلم بقى في أقل من 48 ساعة استعدادا لمواجهة المريخ. كلنا عارفين أن المباراة دي من المباريات اللي لازم تركز فيها من أول دقيقة لغاية آخر ثانية، مش لآخر دقيقة، لأن مهم جدا تحرز الثلاث نقاط مع كمان إمكانية إحراز أهداف. كلنا عارفين كمان ان المباراه دي هيديرها الحكم السنغالي ماجيد تانيداي، وطاقم سنغالي بالكامل هيديروا هذه المباراه، المراقب والمنسق والمنسق الامني كلهم وصلوا فجر اليوم الى القاهره، وطاقم التحكيم ايضا وصل فجر اليوم الى القاهره وموجود في احدى الفنادق القريبه من ملعب الاهلي والسلام. مباراه ان شاء الله هتتلعب يوم السبت او يوم الجمعه، سوري يوم الجمعه الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. احنا دايما متعودين مباراه الاهلي بتبقى يوم السبت، لكن الماتش اللي جاي ملعب مباراة المريخ هيكون يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. طيب الحضور الجماهيري، ناس كتير بتسأل على مسألة الحضور الجماهيري، هل في جمهور ولا مفيش جمهور؟ هل نادي المريخ بعت للاتحاد الإفريقي طلب يبقى فيه جمهور ولا طلب إن ما يكونش فيه جمهور؟ الجديد وفي هذه اللحظات أنا معاك على هوا مباشرة بديكوا كل الأخبار وكل التفاصيل. النهاردة كان في اجتماع تنسيقي أمني حوالي الساعة 2 الظهر، يعني بالظبط من حوالي 3 ساعات. الاجتماع انتهى منذ لحظات قليلة وتم الاتفاق على حضور 400 مشجع، 200 لكل فريق، 200 للنادي الأهلي و200 لنادي المريخ السوداني، وال200 بيتم تسجيل أسمائهم من خلال دعوات ومن خلال كشف رسمي الأسماء متسجلة فيه وموجودة فيه عشان يبقى كل عارف مين الأعداد الحاضرة في هذه المباراة، سواء في العدد أو حتى في الأسماء المكلفة أو اللي هتكون موجودة في هذه المباراة. وده ملخص الاجتماع الامني والتنسيقي اللي انتهى به الاجتماع منذ قليل، وتم الاتفاق يكون فيه 400 من كل نادي 200 عشان يبقى خلاص ده الكلام النهائي والقول الفصل في مساله الحضور الجماهيري في مباراه المريخ والاهلي. هذه هي مباراه نادي المريخ السوداني، وبالتالي وله الحق الاول والاخير في تحديد العدد الجماهيري والاتفاق على كل الاجراءات التنظيميه في امكانيه حضور الجمهور. كمان لو كان هيبقى عدد حضور الجماهير اكتر من كده كان لازم يكون في اجراءات متخذه قبل النهارده عشان تقدر بقى تطرح التذاكر من خلال السيستم الالكتروني، وطرح التذاكر والحضور والتنظيم والجهات الامنيه اللي بالتاكيد بتدي هذه الموافقات. بعد الاجتماع ما خلص كل التفاصيل اللي تم الاتفاق عليها هيتم ارسالها للاتحاد الافريقي عشان من خلال محضر رسمي يكون كل التفاصيل دي موجوده مع مراقب المباراه، وبيتم تنفيذ كل ده مع المراقب في يوم المباراه ان شاء الله، وقبل دخول الجمهور او قبل دخول حتى وسائل الاعلام وكلا الفريقين. وبكره ان شاء الله في اجتماع فني، مش اجتماع امني بقى، النهارده كان الاجتماع الامني والاجتماع التنسيقي، بكره اجتماع فني في مقر النادي الاهلي في الجزيره حوالي الساعه 2 الظهر، هيتم بقى عرض كل هذه التفاصيل امام المراقب والمنسق الامني والمنسق العام عشان يتم الاتفاق على كل هذه التفاصيل، وكمان يتم تحديد موعد وصول الفريقين الى ملعب الاهلي والسلام. المباراه الساعه 6، فجرى العرف ان يكون كل فريق موجود في ملعب المباراه حوالي الساعه 4:30، يعني قبل ساعه ونص
من موعد اللقاء. والطاقم السنغالي بالتأكيد ما بيحضرش الاجتماع الفني، بيحضر مكان طاقم التحكيم مراقب الحكام، هو اللي هيحضر هذا الاجتماع عشان يبقى عارف كل التفاصيل اللي اتفقوا عليها، لان في النهايه بيختار بيها الحكام اللي هيقودوا هذه المباراه. كلنا عارفين طبعا زي ما قلت امبارح وقبل كده، طاقم تحكيم سنغالي بقياده ماجيت نضاي هو اللي هيدير هذه المباراه. واتمنى ان الاخطاء التحكيميه اللي ظهرت مع ماجيت نضاي في مبارياته مع الاهلي ما تتكررش في مباراه الجمعه. مفيش تقنيه الفيديو، مفيش الفار، فالموضوع مش مستحمل. ماجيت نضاي كلنا فاكرين مباراه الاهلي وسان داونز على ملعب الاهلي والسلام، وكانت في ضربه جزاء شهيره كلنا فاكرينها لما طلع الحارس دينيس انيانجو في ظهر محمد شريف بالستارز بالحذاء وما حسبش ركله جزاء، فكان طبعا يعني لقطه شهيره جدا كلنا فاكرينها. ماجيت نضاي من الحكام اللي دايما يعني قراراته في مباريات الاهلي مش افضل شيء ومش احسن شيء، فاتمنى يا رب يكون في جاهزيه تامه في مباراه المريخ والاهلي، مباراه صعبه جدا واي خطا هيؤثر على مشوار الفريق في الفتره اللي جايه، فاتمنى يكون طاقم التحكيم على قدر المسؤوليه في هذه المباراه في ظل ان الفتره الاخيره في اخطاء تحكيميه كثيره وكبيره جدا في كل المباريات سواء في دوري الابطال او في كاس الكونفدراليه. عدم وجود الفار، عدم استعداد الحكام، تكرار الحكام، تغيير الحكام، مناطق الزون ووجود حكام من الزون بيحكموا في نفس الزون مع فرق اخرى، ده بيسبب احراج ليهم، الكاف مش قادر يغير بسبب قله الاعداد وعدم وجود التقنيه، فبالتالي الازمات دي كلها اتمنى ما تكونش مؤثره على مشوار الاهلي في اخر مباراتين سواء مباراه المريخ او حتى مباراه الهلال اللي لسه ميعادها لم يتحدد، يا تتلعب 1 يا تتلعب 2 ابريل، وان كان الميعاد الاقرب هيكون يوم 2 ابريل عقب نهايه الاجنده الدوليه، ويكون منتخبنا يا رب ان شاء الله رايح كاس العالم بعد الفوز على السنغال. ده كان ابرز المعلومات والاخبار الخاصه بمباراه المريخ والاهلي واخر المستجدات دلوقتي المتعلقه بالحضور الجماهيري في هذه المباراه الكبيره يوم الجمعه القادم. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن اخر استعدادات الاهلي، والنهارده بالتاكيد بدا الجد بقى والنزول اللاعبين للملعب مختار التتش بالجزيره. اليومين اللي فاتوا كان في راحه سلبيه واستشفى، لكن نروح بقى لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي واللي حاضر مران اليوم في ملعب التتش بالجزيره. النهارده اول مران يا فاروق، وكان الثلاث ايام اللي فاتوا كان بالتاكيد في تحضير وتجهيز في الاطار البدني والفني لمباراه الجمعه. عايز اعرف منك بقى اخر اخبار الفريق، الكواليس، وكمان تطمني على بيرسي تاو، اخر اخبار نتيجه الاشعه وكل الجديد عندك، لان بالتاكيد جمهور الاهلي مستني يسمع منك كل التفاصيل في هذه الاثناء. يعني في البدايه كل التحيه ليك يا محمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا محمد دخلنا في مرحله الجد ومرحله الاستعداد لمباراه المريخ السوداني في واحده من المطبات والمحطات الصعبه في مشوار النادي الاهلي ان شاء الله نحو الاميره السمراء والبطوله ال11. النهارده الفريق طبعا بيأدي التدريب الرئيسي والتدريب الاساسي، بالامس كان في استشفاء طبعا للاعبين. بعض الاخبار يا محمد طبعا اللي تم تناثرها بالامس عن اصابه بيرسي تاو، خليني اقول لك يا محمد ان في الوقت اللي انا بكلمك فيه بيرسي تاو حاليا موجود في ارض الملعب، مفيش اي كلام ولا اشعه ولا الامور اللي يعني تم طرحها او قيلت فيه بالامس. بيرسي تاو مفيهوش اي حاجه. الدكتور احمد ابو عبله يعني كان ليا كلام، قال لي مين اللي قال ان بيرسي تاو مصاب والاخبار دي جت منين؟ ده اتقال كمان ان احنا عملنا له اشعه، مفيش الكلام دوت. بيرسي تاو محمد بطمنك موجود في ارض الملعب بيأدي التدريب مع اللاعبين، ده خبر من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي حصل لقناه النادي الاهلي ان بيرسي تاو مفيهوش اي حاجه، اللعب النهارده وجاهز للمشاركه بالمناسبه محمد لمباراه ان شاء الله امام الفريق المريخ. قبل ما اروح لبس محمد لملف الاصابات، انا قصدت ان انا اتكلم على بيرسي تاو في البدايه لان كلام كتير اتقال خلال ال 24 ساعه الماضيه، لكن خلينا اتكلم النهارده على جلسه الكابتن محمود الخطيب مع لعيب النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كان ليه جلسه مع اللاعبين والجهاز الفني، عايز اقول لك ان هو يعني سلم على اللاعبين لاعب لاعب ويتكلم مع كل اللاعبين، يتكلم مع الجهاز الفني. من بعض الكلمات المهمه جدا يا محمد اللي قالها لعيب النادي الاهلي، قال له اللعيب اللي انت عندك موهبه، علشان تحمد ربنا وتشكر ربنا على الموهبه اللي عندك لازم تزود ولازم تطور من موهبتك. قال للعيبه انتوا عندكم جمهور مهم جدا هو جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي دايما ما بيبصش للي فات. جمهور النادي الاهلي عمره ما هيقول لك ان انا خدت بطل افريقيا في اخر نسختين ولا ان انا خدت ميداليه برونزيه كاس العالم. جمهور النادي الاهلي لو انت خسرت بطوله هيقول لك النهارده انا خسرت بطوله، مش هيقول لك ان انا امبارح انا خدت بطوله. دي مهمه جدا، واتكلم مع اللعيبه وكانت جلسه تحفيزيه مهمه جدا للاعيب النادي الاهلي.
كابتن سيد عبد الحفيظ برضه في كلامه مع اللاعبين قال نقط مهمه جدا، قال اللاعبين نقطه في غايه الاهميه، لهم في اخر 4 سنين انتوا لعبتوا 6 نهائي قاري، 2 دوري، 4 بطولات دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي، قال لهم ده لعيب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالفوز، نفس يعني اطار الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب طالب اللعيبه بان المباراه اللي جايه مباراه في غايه الاهميه، لازم نركز في هذه المباراه، الفوز مهم جدا في هذه المباراه. مستر بيتسو موسيماني كان ليه يعني كلام ايضا مع اللاعبين بعد جلسه الكابتن الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني، ملامح اللعيبه اتغيرت يا محمد، خلاص في تركيز، داخلين في مرحلة صعبة جدا ومرحلة مهمة جدا، إن شاء الله هتكون يعني البداية من مباراة المريخ السوداني بإذن الله والفريق يحقق الانتصار. عايز أرجع بيك يا محمد لملف الإصابات. نرجع. اتفضل يا فاروق. تمام يا محمد. الدكتور احمد ابو عبله، واحنا بنتكلم على اللاعبين وبرضه بطمنك، انا بعلق من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بنعلن جاهزيه محمد هاني ان شاء الله لمباراه المريخ السوداني، وهو في ارض الملعب وجاهز وبيأدي التدريب الاساسي مع لاعبي النادي الاهلي، ايضا بنعلن جاهزيه كريم فؤاد لهذه المباراه، يعني محمود متولي في ارض الملعب، كل اللاعبين باستثناء صلاح محسن يا محمد برضه اللي من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بالاخبار الساره لجماهير النادي الاهلي، صلاح محسن هيكون في التدريبات الجماعيه ان شاء الله عقب مباراه الهلال السوداني. برضو اتطمنت من الدكتور احمد ابو عبله على اكرم توفيق وهو متابع طبعا على البرنامج التاهيلي الموضوع لاكرم توفيق في احد المراكز الطبيه بالدوحه، بيتابع معاه يوميا كل الامور اللي بتتم، ايضا خلال يعني ال3 أو 4 أيام بيتم طبعا انهاء الاوراق والاجراءات الخاصه بعمار حمدي اللي هيلحق ان شاء الله باكرم توفيق في احد المراكز الطبيه في الدوحه لاداء البرنامج التاهيلي. كل الكلام اللي بيثار يا محمد عن الاصابات، انا بقول لك احنا في ارض الواقع، احنا موجودين دلوقتي في التدريب. تمام. انا في خلف يا محمد اللعيبه بتادي التدريب، خلفي بيرسي تاو موجود في ارض الملعب، محمد هاني في ارض الملعب، ايضا كريم فؤاد، انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب انا ما ينفعش اعدي الموضوع بتاع بيرسي تاو، لان انت قلت كلام مهم جدا لكل اللي بيتابعونا واللي بيشاهدونا واللي عايزين يعرفوا الكواليس والاخبار الحصريه والمعلومه الدقيقه بتبقى فقط من خلال شاشه قناه الاهلي، احنا قريبين من الحدث والمصادر الرسميه بنستقيها من خلال وجودنا داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره ومع كل المصادر داخل النادي الاهلي. بيرسي تاو في ارضيه الملعب، بيرسي تاو لم يجري من الاساس اشعه طبيه للاطمئنان عليه، يعني اصلا ما فيش اي كلام عن ان في شكوى سواء في العضله الاماميه او العضله الضمه او العضله الخلفيه، ده كلام مهم جدا يا فاروق، لان امبارح السوشيال ميديا والمواقع كتبت اخبار يعني وكان الناس كانت معاها نتيجه الاشعه، وكان الناس كانت موجوده في الملعب، وكان الناس خدت تصريح رسمي من الطبيب او حتى من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. بالفعل يا محمد، يعني من ضمن الكلام اللي قيل والاخبار اللي تم تناثرها ان اتقال ان النادي الاهلي عمل له اشاعه سونار، وان النادي الاهلي هيعمل له اشاعه تاني النهارده، وان الاشاعه الاولانيه ظهرت ان اللاعب ما عندوش اي حاجه، واللاعب قال لهم لا انا عندي الام، وقال لك غالبا يعني حتى كمان يا محمد ان في بعض الناس قالت وقالت نتيجه الاشعه قبل ما تتعمل، الكلام ده غير صحيح بالمره يا محمد. بيرسي تاو الدكتور يعني الدكتور احمد ابو عبد قال لك يا جماعه انا مين اللي قال ان انا مصاب؟ مين اللي خد تصريح على لساننا؟ مين اللي عمل اشاعه؟ طيب مين اللي عمل اشاعه لبيرسي تاو؟ هو ده كان السؤال. طب هو مين اللي عمل اشاعه؟ احنا بنقول دلوقتي اللاعب موجود في الملعب، مفيش ادنى مشكله، مفيش اي حاجه، محمد بيرسي تاو جاهز لمباراه المريخ السوداني، واحد من اللعيبه ان شاء الله العناصر الاساسيه ان شاء الله تكون في هذا اللقاء. انت عارف محمد كم كبير جدا من الكلام تم اثارته في ال 24 ساعه من الامس، كلام كتير جدا، اندهاش كبير جدا من الجهاز الفني، اندهاش من الجهاز الطبي يعني لتناثر هذه الاقوال، والفريق مقبل على مرحله مهمه جدا، مرحله مباراه المريخ السوداني، وعندنا طبعا مرحله مهمه جدا للمنتخب المصري، مباراتي السنغال ثم مباراه الهلال السوداني، لكن الجميع يعرف يا محمد انت عارف قيمه هذه مباراه المريخ، اهميه مباراه المريخ، مباراه عنق زجاجه، كابتن الخطيب في كلامه مع اللاعبين الكابتن سيد عبد الحفيظ مباراه في غايه الاهميه، كل الاخبار اللي تم تناثرها يا محمد انا بقول لك بيرسي تاو موجود في ارض الملعب بيأدي التدريب من البدايه يا محمد، حالته البدنيه حالته الفنيه جاهز ان شاء الله لمباراه المريخ السوداني. فاروق عايز اسالك برضه على جزئيه ثانيه والبعض بيتكلم فيها بقاله فتره وهي متعلقه بالاجازات والراحات، والفريق من ساعه ما رجع مثلا يوم الاحد او فجر الاحد خد اجازه حد واثنين، وامبارح كان في استشفاء، لو بتتكلم مع اللعيبه وانا عارف انك بتتكلم دايما مع اللعيبه وعندك كواليس، اللعيبه تعليقها ايه على هذه الجزئيه ان هي بتاخد مده راحه كويسه ما بين المباراه والثانيه، فرصه جيده مش هتتكرر كتير، وكمان امبارح كان في ريكفري عشان اللعيب يبقى جاهز وتكون عضلاته جاهزه لماتش الجمعه اللي جايه، اللاعب حتى من جواه شايف لما الجهاز بيحط البرنامج ده مدى قابليته لهذا البرنامج وتنفيذه عشان يكون مستعد لمباراه الجمعه اللي جايه ان شاء الله.
خليني يا محمد تطرقت لنقطه في غايه الاهميه، بس خليني اقول لك نقطه مهمه جدا يا محمد، ودي لازم ان تتوضح من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي. اولا يا محمد، اللي بيحط الراحات او الاجازات وتوزيع ومواعيد التدريبات هي بتتم من خلال، عايز اقولها بقى محمد عشان يكون اللفظ دقيق، مخطط احمال النادي الاهلي. وانا يعني انا يعني باكد على كلمه مخطط الاحمال وليس مدرب الاحمال، لان الفرق ما بين الاثنين يا محمد اكيد انت عارف فرق كبير جدا. الراحات اللي بيحددها كابيلو هو مخطط احمال النادي الاهلي، بيحدد كمان الراحات اللي سواء على النطاق الجماعي للفريق او على النطاق الفردي لبعض اللاعبين. مواعيد التدريبات يا محمد اللي بيحددها هو مخطط الاحمال كابيلو. اللعيبه نفسها محمد، خليني نسال سؤال وانت تساله للجمهور، ايه يعني ايه راي الجمهور في المخزون البدني للاعيبه للنادي الاهلي في ظل ان انا بطلع من بطوله زي كاس العالم للانديه لبطوله افريقيا للدوري المصري، عندي لعيبه في المنتخب المصري كانت بتشارك في البطوله العربيه ثم بطوله افريقيا، لعيبه النادي الاهلي تتفرج عليها في ال 90 دقيقه محمد، المخزون البدني واضح وفارق مع اللعيبه. محمد، من النقاط المهمه جدا اللي انا لمستها من اللعيبه، اللعيبه فعلا يا محمد محتاجه يعني بيبقى في احتياج للراحه. لكن يعني محمد في مباراه صن داونز واحنا على الطياره عقب مباراة بيراميدز، الاستشفاء محمد والريكفري تم للاعبين في الطياره، وانت قاعد في الطياره محمد اللعيب قاعد شغال على الاستشفاء، فطبيعي يا محمد ان احنا وصلنا كان يوم الوصولنا كان يوم الاحد، كان الراحه الوحيده يا محمد تعتبر يوم الاثنين، ثم يوم الثلاث كان الاستشفاء للاعبين، النهارده التدريب الاساسي الاربع، تدريب غدا ان شاء الله التدريب الرئيسي هنشوف يوم الخميس غدا باذن الله، ثم المباراه يوم الجمعه. اللعيبه طبعا يا محمد مع كم الضغط المباراه، لكن ده سؤال ممكن يا محمد علشان ما فيش انديه في مصر بتلعب كم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي، فيش لعيبه بتلعب كم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي، سواء لعيبه مع المنتخب سواء مع الاهلي في افريقيا في كاس العالم للانديه، فاكيد يا محمد توزيع الاجازات في النادي الاهلي لازم يكون مختلف عن باقي فرق الدوري او باقي الفرق اللي احنا بنشوفها يا محمد. اكيد. زميلي العزيز فاروق صلاح، لو عندك كلمه اخيره او في رساله اخيره عايز تقولها. عايز اقول لك يا محمد ان غدا ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي لفريق المريخ السوداني والنادي الاهلي، هيكون في تمام الساعه الخامسه على ملعب الاهلي والسلام، والتدريب الرئيسي اللي هيكون فيه تدريب لفريق المريخ السوداني على ملعب المباراه اللي هيستضيف احداث اللقاء في تمام الساعه السادسه فقط يا محمد. بس يعني محتاجين دعم ومسانده ودعوات جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه المقبله ان شاء الله، مباراه مهمه جدا وتكون خطوه مهمه جدا، ولاعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار في هذا اللقاء باذن الله يا محمد. إن شاء الله. زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي واللي كان معانا من ملعب التتش بالجزيرة، ادانا كل التفاصيل والأخبار الحصرية اللي جمهور النادي الأهلي عايز يسمعها في هذه اللحظات. بيرسي تاو سليم، لم يجري أي أشعة، كل ما قيل بالأمس تمزق في العضلة الأمامية، عنده شد في الخلفية، صفقة عندها إصابة مزمنة. امبارح في ناس فردت مساحات وبرامج واتكلمت على اصابه مزمنه، وكمان جابت الهيستوري والتاريخ واللاعب ده لعب في انجلترا كم ماتش ورايح قد ايه وهل صفقه هتفيد الاهلي، وراحوا التفاصيل، واصلا اللاعب لا مصاب ولا عمل اشعه، والنهارده شفناه في التدريب موجود في المران الجماعي. وزميلنا فاروق صلاح اكد من خلال تصريحات لدكتور احمد ابو عبله ان اللاعب جاهز تماما لمباراه المريخ السوداني. مفيش فايده في الفبركه. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند الأهلي وأبرز الأخبار والمعلومات اللي تناولتها السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. وقبل ما تناول السوشيال ميديا وإيه اللي اتكتب على الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بأكد تاني على الكلام اللي قاله زميلنا فاروق صلاح منذ قليل وكان متواجد في ملعب مختار التتش بالجزيرة، ونقل لنا تصريحات رسمية من دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي، واللي أكد فيها إن بيرسي تاو سليم لا يعاني من أي شد أو حتى إجهاد ولا حتى مز، سواء في الأمامية أو في الضمة أو الخلفية، كل ما كتب امبارح كان عبارة عن فبركة، مش هقول اجتهادات. الاجتهاد ده إنك تكون عندك معلومة بتحاول تقرب من دقتها أو صحتها، لكن تفبرك وتكتب معلومة غير صحيحة ده اسمه فبركة، ده اسمه فبركة. والأخبار اللي زي دي المفروض بيتم المحاسبة عليها، لأن لا يليق تماما إن يتم امبارح نشر خبر يعمل بلبلة في السوشيال ميديا ويعمل قلق عند جمهور الاهلي، وكمان برامج تبني وجهه نظرها على الخبر ده وتقول ان اللاعب ده عنده اصابه مزمنه، كلام زي ده ممكن يؤثر على مستقبل ومشوار لاعب وحتى قيمته التسويقيه، هو بيلعب في اسم كبير ونادي كبير هو النادي الاهلي. اتمنى ان الناس تاخد المعلومه الرسميه من خلال الموقع الرسمي او من خلال قناه النادي الاهلي، القناه الرسميه للنادي الاهلي، ان الفتره اللي جايه ما فيهاش هزار بقى، عايزين نركز، عندنا ماتشين مهمين وما عندناش أي كلام الفترة الجاية إلا نكسب الماتشين عشان نتأهل لمرحلة الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا. طيب نروح لترند الأهلي، وأول حاجة معايا النهاردة حساب اليوم السابع، حسابي الرسمي
لليوم السابع على تويتر بيقول: تغييرات في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني بفرمان موسيماني. طيب هما بيتكلموا على أن بيتسو موسيماني بينوي إعادة أحمد عبد القادر في التشكيلة الأساسية بعد ما كان بديل في لقاء سان داونز، والفكرة أن هنا ممكن يشارك في التشكيلة الأساسية مكان بيرسيتاو أو مكان مثلا أحد اللاعبين في خط الهجوم عشان يكون في تغيير في طريقة اللعب والتشكيل عن المباراة السابقة. كمان التعديل اللي ممكن يطرأ على التشكيل الجبهة اليمنى، كلنا عارفين محمد هاني ما لعبش الماتش اللي فات، فبالتالي ممكن يبدأ المباراة القادمة على حساب كريم فؤاد اللي كمان تعرض لكدمة في المباراة السابقة. لكن الحمد لله زميلنا فاروق صلاح أكد إن محمد هاني سليم وكريم فؤاد سليم، وإن شاء الله هيكون في جاهزية لمحمد هاني يكون موجود في التشكيلة الأساسية. وكمان بقى هنشوف ممكن يكون في الخيارات الفنية على دكة البدلاء، ممكن حسين الشحات، ممكن باسيتاو، هيبقى في أكتر من خيار في مسألة الاستعداد لمباراة المريخ السوداني. الوطن سبورت بيتكلم على نفس الجزئية اللي بنتكلم عليها، محمد هاني بيعود لتشكيل الأهلي أمام المريخ وانفراجة لكريم فؤاد. محمد هاني جاهز وكريم فؤاد بيقترب من الجاهزية، وإن شاء الله بإذن الله هيكون الفريق في أتم الاستعداد. خدوا بالكم بعد إصابة أكرم توفيق ما بقاش عندك في الجبهة اليمنى إلا محمد هاني وكريم فؤاد. لما جت الإصابة للاثنين قبل مباراة سان داونز وأثناء المباراة اضطريت تنزل طاهر محمد طاهر وترجع حمدي فتحي في مركز المساك، وخليت محمد عبد المنعم يميل شوية ناحية الجهة اليمنى، بتضطر تغير في المراكز والتشكيلة بسبب الإصابات، لكن إن شاء الله هيكون الكل في أتم الجاهزية أمام المريخ السوداني. طيب بنتكلم كمان على حسين الشحات، المصري الرياضي على تويتر بيتكلموا على إن موسيماني يدرس مشاركة حسين الشحات في مركز جديد أمام المريخ. الخبر هنا بيتكلم على فكرة إن مثلا لو ما كانش محمد هاني جاهز أو كريم فؤاد ممكن يستعين بحسين الشحات كظهير أيمن، لعب في المركز ده في مباراة المقصة أو مع فريق المقصة في السنوات السابقة. والبعض كمان لما عمل موسيماني تغيير بنزول لطاهر محمد طاهر الكل قال طب ما كان حسين يلعب مكان طاهر، لأن حسين بيلعب دايما أو لعب قبل كده في مركز الظهير الأيمن فيقدر يعمل انطلاقات في الجبهة اليمنى. لكن هو اختيار ممكن يكون من ضمن الخيارات اللي عند بيتسو موسيماني، لكن طالما محمد هاني جاهز مش هيكون في تغيير في الشكل أو التكتيك اللي ممكن لو بدأ بيه حسين الشحات. نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا على الحضور الجماهيري. مصادر: المريخ يطالب الكاف بمنع حضور جماهير الأهلي في قمة دوري أبطال إفريقيا. كنت معاكم في فقرة ترند الترند وقلت إن المريخ كان بعت وطلب 4500 مشجع من المريخ أو من السودان و500 مشجع للأهلي. الطلب ما تمش يعني إصدار أي قرار فيه إلا بعد الاجتماع التنسيقي والأمني ظهر اليوم. الاجتماع ده أسفر على حضور 400 مشجع أو 400 دعوة في هذه المباراة، 200 للأهلي و200 للمريخ، وده بناء على الاتفاق مع المريخ السوداني صاحب الملعب والمباراة والقرار الرسمي بالتأكيد من وجهة نظره في الحضور الجماهيري. طيب سوشيال ميديا برضو لسه بتتكلم على هذه الجزئية. يلا كورة نقل تصريحات للأستاذ حازم مصطفى رئيس النادي اللي قال فيها، وهذه التصريحات كانت من 48 ساعة، يلا كورة نشرها امبارح واتكلم فيها وقال: طلبنا حضور 4500 من مشجعينا أمام الأهلي. رئيس نادي المريخ في تصريحات ليلا كورة قال إن نادي طلب حضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي، منهم 4500 في جمهور للمريخ و500 مشجع من جمهور الأهلي. في حالة رفض العدد المذكور المريخ طلب اللعب بدون حضور جماهير، وده اللي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني والاستقرار على عدد محدد 400 بدعوات وبأسماء موجودة في كشوف رسمية، وهيتم إطلاع المراقب في هذه التفاصيل بكرة في الاجتماع الفني عشان يتم التنفيذ بكل هذه التفاصيل في مباراة يوم الجمعة الساعة 6 على ملعب الأهلي والسلام. طيب حساب كور بلس راح لجزئية مهمة جدا، الكاف بيرد على هجوم موسيماني بسبب عدم تطبيق تقنية الفار. النهاردة الزميل الإعلامي في جنوب إفريقيا فيليلا ميوندا عمل حوار وأجرى حوار مهم جدا مع لوكس ستامبر المدير الإعلامي ورئيس المركز الإعلامي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ووجه له تساؤلات. هذه التساؤلات كانت من بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سان داونز والأهلي، واللي وجه فيها موسيماني تساؤلات للاتحاد الإفريقي: إزاي كل هذه المصاريف اللي بتتصرف على البطولات مفيش تقنية الفيديو في دور المجموعات، وإزاي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا وكل البطولات الكبيرة في القارات بتتلعب فيها أو بتتلعب بتقنية الفار ما عدا دوري أبطال إفريقيا، وإن كده الكرة الإفريقية لم يحدث فيها أي تقدم ملموس منذ تعيين أو منذ اختيار باتريس موتسيبي، وإن إحنا لسه عايشين في نفس الزمن في وجود عيسى حياته اللي
من حوالي 20 سنة كنا ماشيين بنفس السياق وبنفس الشكل، مفيش أي تطور في مسابقات الأندية الإفريقية. لوكاس سبتمبر رد وقال تكلفة وجود تقنية الفار مرتفعة جدا في جميع أنحاء إفريقيا، ومن الممكن أن تصل لملايين الدولارات في شهر واحد، لأن طبعا كلنا عارفين أن الشهر الواحد ممكن تتلعب فيه جولتين، فبنتكلم مش أقل من 16 إلى 20 مباراة في كلا البطولتين. قال كمان لوكاس أن باتريس موتسيبي رئيس الكاف بيعمل بكل جهد من أجل تطوير كرة القدم في إفريقيا، لكن هناك ضائقة مالية منذ أن تولى باتريس موتسيبي الرئاسة، وبالتالي نحن نسير في الاتجاه الصحيح للتعاقد مع أفضل الرعاة في الفترة اللي جاية. قال كمان أن في التزام من موتسيبي في هذه الفترة أن يكون في تقنية في جميع المباريات، لكن علينا ألا ننسى أن الأهرامات لما اتبنت ما اتبنتش في أجازة أسبوعية، خدت مساحة وقت، فهو بيتكلم ادونا وقت عشان نقدر نطور ونقدر نبرز كل هذه التفاصيل في الفترة اللي جاية. قال كمان نقطة مهمة أن الفار ما بيطبقش في أفريقيا كلها إلا في دولتين، في مصر والمغرب، وبالتالي الإمكانيات البشرية أو القدرات البشرية عند الحكام مش متوفرة بعدد كبير عشان تغطي كل هذه المسابقات. نحن بحاجة إلى المال والموارد المالية لوجود تقنية الفيديو، وسنتحدث عن هذا الأمر في التوقيت المناسب وسنصدر بيان في هذا الشأن. وأنا هنا عندي تعليق مهم جدا قبل ما أخرج من هذه الجزئية وأطلع لفاصل. في اقتراح مهم جدا عجبني، قاله الكابتن ياسر عبد الرؤوف في اتصال هاتفي كان بينه وبينه من حوالي يومين ثلاثة. قال الاتحاد الإفريقي عشان يخرج من هذه الأزمة سهل جدا يطبق نفس التجربة اللي حصلت في كأس العالم في روسيا، فار مركزي، تقنية فيديو مركزية في مقر الاتحاد الإفريقي، من خلاله يتم يعني توفير وسائل اتصال مع الحكام في كل المباريات، وبالتالي تقدر تطبق التقنية زي الكلام ده ما حصل في كأس العالم في روسيا لما تم تطبيق التقنية في مكان محدد وما كانش فيه تحرك للحكام ولا الأجهزة في كل الملاعب. كان اقتراح مهم جدا من الكابتن ياسر عبد الرؤوف، اتمنى يلقى القبول من المسؤولين في الاتحاد الافريقي، خاصه ان الكابتن ياسر كمان كان عضو لجنه حكام في الاتحاد المصري وحكم دولي كبير، فبالتاكيد وجهه نظر ممكن تتطبق عشان نتغاضى عن فكره الموارد الماليه والامكانيات البشريه في الفتره القادمه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وقتنا بيجري معاكم بسرعه، فنروح لاخر فقراتنا في برنامج ترند، ونروح للترند المحلي. وفي تويته مهمه جدا من كارلوس ساكيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. بصراحه الراجل ده الوحيد اللي بيحسسني ان احنا عندنا ماتش مهم جدا مع منتخب السنغال. مش عارف ليه حاسس ان الراي العام او الشارع الرياضي يا جماعه مقبلين على مباراه حاسمه مع السنغال خلاص بعد ايام قليله جدا. الراجل عامل كاونت داون، عامل عد تنازلي يوميا، ودايما بيوجه رسائل للمحترفين ولكل لاعيبه منتخب مصر، والرسائل دي مهم جدا نبرزها من خلال برنامج الترند ومن خلال السوشيال ميديا. النهارده كارلوس ساكيروش كتب على الاكونت الرسمي على تويتر، وجه رساله قال يا شباب يتبقى 5 أيام على بدايه المعسكر، لا شيء مستحيل، لا تشك ابدا في فريقا مليئا بالاشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل. الجميع الان متحدون ويدعمون منتخب مصر، يرتدي قميص منتخب مصر قلب كل مشجع، و100 مليون متحدون في نبضة قلب واحد. كلام مهم جدا من كارلوس ساكيروش. الرسالة ده مش للعيبة بس، للإعلام الرياضي وللمشجعين. النهاردة احنا بنتكلم في 16 مارس، أول مباراة يوم 25 مارس، بنتكلم خلاص 9 أيام على المباراة، لكن بداية المعسكر باقي عليها 5 أيام. يا رب إن شاء الله يكون فرح على شعب مصر في الجولة الفاصلة القادمة مع منتخب السنغال. كل بيستعد وبيشتغل، لا يتبقى سوى توفيق ربنا في هذه المباراة المصيرية. طيب على حضور الجمهور وجزئية حضور الجمهور، في الجول النهاردة نشر كلام مهم جدا متعلق بطرح التذاكر. نفاذ الطرح الأول من تذاكر مباراة مصر والسنغال بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. شركة تذكرتي أعلنت نفاذ الطرح الأول بالكامل، واليوم سيتم طرح الدفعة الثانية، وإن شاء الله يكون في أكثر من 60,000 في استاد القاهرة الدولي. حساب المصري اليوم الرياضي بيتكلموا على إن في إصابة لحارس السنغال قبل مواجهة منتخب مصر، وهنا الإصابة مش متعلقة طبعا بإدوارد مندي، لا هي الإصابة متعلقة بالحارس الثالث، حارس نادي رين الفرنسي ألفريد جوميس، مش هيكون موجود في المباراة، وبالتأكيد الإصابة هتمنعه، لكن إدوارد مندي لاعب تشيلسي وحارس السنغال موجود. وقدام هي القايمة المتعلقة بقايمة منتخب السنغال، مفيش تغيير وحيد عن القايمة اللي تواجدت في كأس الأمم، هو سبالي لاعب ريال بيتيس، ويوسف سبالي ده يمكن لاعب مهم جدا بيلعب في ريال بيتيس الأسباني، هيكون موجود على حساب الحارس أليو فاتي، لكن أليو سيسي نفس القايمة اللي كانت معاه في كأس الأمم تم الاستعانة بها في مباراتي مصر سواء الذهاب أو الإياب
25 و29 مارس. طيب نروح للترند العالمي، والترند العالمي اول حاجه معانا لازم تكون عن محمد صلاح. يورجن كلوب ليه تصريحات مهمه جدا النهارده في الموقع الرسمي ليفربول، اتكلم فيها عن محمد صلاح وكان عنوانها صلاح مظلوم تحكيميا. يورجن كلوب اتكلم على ان في احصائيه هو مش عارف بالظبط مين اللي قام بيها، الاحصائيه دي اتقال فيها يعني ان صلاح هو اللاعب الذي لديه اقل عدد من الاخطاء ضده. يورجن كلوب شاف الاحصائيه دي الناس ممكن تعتبرها كتقييم فني ان صلاح مش من المهاجمين المؤثرين، فبالتالي المدافعين ما بيخشوش معاه بشكل قوي او ما فيش احتكاك معاه قوي. لكن يورجن كلوب خدها في اطار تاني، قال لا ده لان لما بيتعرض للضرب الحكام ما بيصفروش كتير لصالح صلاح، فبالتالي هو شايف هنا ان صلاح مظلوم تحكيميا. ولو قارنته بمهاجمين اخرين فهذا جنون، انه لا من الجنون تماما مدى انخفاض عدد الاخطاء التي يتم ارتكابها ضده والتي يحتسبها الحكم. صلاح بيتضرب كتير لكن الحكام ما بيصفرش لفاولات لصلاح. نروح كمان لحاجه ثانيه معانا في الترند العالمي، اداره برشلونه ستبدا اولا في بيع بعض اللاعبين مثل كوتينيو وأومتيتي ونيتو وبرنسيوز بجانب توفير رواتب سيرجيو روبرتو وديمبلي في ظل نهايه عقدهما في الموسم الجاري. ودي تقارير نشرت النهارده بتتكلم على الصفقات واللاعبين اللي ممكن يعني يمشوا عشان برشلونه يعمل صفقه في الفتره اللي جايه. الكلام كله رايح في اطار ان محمد صلاح ممكن ينتقل لبرشلونه، وفي كلام رايح على هالاند نجم بروسيا دورتموند ممكن ينتقل لبرشلونه. النهارده برشلونه تعاقد مع شركه سبوتيفاي بمقابل 230 مليون يورو. هذا التعاقد ممكن يكون له علاقه انه بيحاولوا يوفروا اموال عشان يتم اجراء صفقتين من العيار الثقيل سواء هالاند او محمد صلاح، ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. نروح بقى للمشكات على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للتشكيل ولو الاهلي كسب ممكن النتيجه تبقى كام. محمد شاهين بيقول في حراسه المرمى الشناوي، الدفاع عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، خط الوسط السوليه ديانج، حمدي فتحي، الهجوم تاو، شريف، احمد عبد القادر، يعني 4-3-3. فتحي زيدان بيقول توقع ان شاء الله الشناوي، معلول، ياسر، عبد المنعم، هاني، السوليه، ديانج، حمدي، قفشه، عبد القادر، شريف. ان شاء الله نفرح بالفوز 3-0 والتقدم خطوه نحو التاهل، وتحياتي لحضرتك يا ابو فارس. ميرسي لحضرتك يا استاذ فتحي، شكرا جزيلا. كنت اتمنى اخد اكبر قدر من الاراء لكن وقتنا معاكم بيجري بسرعه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.